وملاك في المنام قالوا بنك ضحية. عيدنا وفرحنا وعم على حباب جمعنا الله ربي يخلينا فرحين كل يوم كل وعم أخر كل سنة زهين كل يوم والسين ونهار اليوم صحى عيدنا مشاهدينا الافاضل سعادتكم كل عام وانتم بخير. اهلا ومرحبا بكم الى هذا اللقاء الخاص الذي يجمعنا بالقائد السابق لنادي الوفاق سطيف والقائد الحالي ايضا لنادي القادسيه السعودي فريد مدري. هذا اللاعب الذي تالق في الموسم الماضي بحمل التاج الافريقيه مع نادي الوفاق سطيف اليوم ياخذ تجربه احترافيه جديده في الدوري السعودي. بدايه نرحب بك فريد عبر قائدك الهداف. السلام عليكم وعليكم مشاهدي الكرام ونقول مساعدكم. فريد كيف هي احوالك الشخصيه احوالك الرياضيه حاليا؟ والله الحمد لله والله كنا بيريو تشامبيون وين تبليسيت وين ما قدرتش نلعب الديرني ماتش روبو بول دي جور ثم هذا هو اللي سمح لي باش نجي لهنا نعيد مع دارنا باسكو هما لعبوا الجمعه الفارطه ضد التعاون وانا من ما كنتش قادر نلعب هذيك الماتش وين سمحوا لي باش نجي نكمل لي شوان تاعي لهنا ونا او ميم طون زيد نعيد في داري باش اون ندخل ستاج تاع دبي تاع ابو ظبي ان شاء الله ندخل بقوه ان شاء الله. فريد بعد تجربه يعني ناجحه مع الفريق حصلت ثلاثيه تاريخيه ستبقى يعني خالده في التاريخ الان تجربه احترافيه جديده في السعوديه كيف وجد فريد الانطلاقه تاعو في هذا النادي الجديد؟ والله الحمد لله هي انطلاقه كانت جد طيبه وين بدينا في السعوديه بدينا بدور بكاس ولي العهد وين غلبنا 3-2 البريمي ماتش ضد الجيل وين لقينا صعوبات كبيره خاصه في المناخ لي باسكو مدينه الخبر تميز مناخ صعيب رطوبه قويه اللي ما سمحت لناش باش نبراتيكيو لو بون فوتبول البريمي ماتش. الحمد لله لا كوبا ساسغان ما تلعبش ربحنا 3-2 وين فتنا للدور ثم النهائي وبعد دخلنا البطوله وين لعبنا اول مقابله ضد الفيصلي وين تغلبنا عليهم 1-0 وبعد لعبنا ضد النصر السعودي حامل التاج السعودي البطوله السعوديه لمرتين متتاليتين وين درنا ماتشين 2-2 وزدنا لعبنا بعد الدور ثم النهائي مع النصر اللي طيحتنا معهم كاس ولي العهد ربحنا 1-0 الاكستيريور عندهم والماتش الاخير اللي ما لعبتوش انا خسرنا 5-1 في التعاون اي بربي ان شاء الله نفول راتربي سد ديفات ان شاء الله في لي بروشان جورني. فريد يعني انطلاقه جيده بالنسبه للنادي ولكن في غيابك مباشره اول يعني تعثروا بنتيجه بخماسيه كامله. ايه ديما كاتب الله سما الواحد كما قلت لك الواحد لازم وين يروح يخلي سما يزدون افون الحمد لله يا ربي سما الواحد خلى المكان تاعو نظيف لهنا في الوفاق وزاد خلى المكان تاعو نظيف هناك في القادسيه وبربي ان شاء الله كما قلت لك مع الدخول تاعي ان شاء الله في المقابله الجايه ان شاء الله نعوض هذه الخساره بفوز ان شاء الله. فريد يعني اول تجربه بالنسبه لك يعني خارج حدود الوطن كيفاش يعني لقيت صعوبات الاندماج يعني خاصه انه هناك يعني مناخ خاص في السعوديه وعقليه اخرى يعني هناك في هذا الدوري؟ والله الحمد لله انا خرجت من مدينه سطيف في سن 20 سنه دخلت في سن 29 سنه للوفاق نظن باللي عندي من الخبره اللي تسمح لي كيفاه نعيش الظروف هذه الحمد لله يا ربي ما تاني كي دخلت مع الفريق القادسيه دخلت معهم ديريكتومون ستاج في الترك وين لقيت كامل التسهيلات وحطوا لي كامل لي مويان كامل التسهيلات اللي خلوني باش نندمج مع الفريق وما حسيتش روحي غريب.
تريد يعني مباشرة يعني بعد التحاق بنك القادسية حملت شارة القيادة، حملت الرقم 19 اللي يمثل الولاية الصديق لتنحدر منها، يعني تعليق على هاتين النقطتين. من ضمن فريق الرقم 19 كان لي وسبقت ولعبت بهذا الرقم في فريق أولمبي العناصر، كان بعد خروجي من اتحاد ستيف بعد الكأس الجمهورية لما وصلنا النهائي سنة 2005. حملت رقم 19 لمدة 3 سنوات، هذا الرقم كما نقولوا عزيز على كامل لاعبين ستيف، ونتمنى إن شاء الله يكون فعل خير عليا إن شاء الله في فريق القادسية. خصوص شرط القيادة، والله العظيم سمعة ستيف سبقتها في كامل البلدان العربية وخاصة في المملكة العربية السعودية، وين سبق لها ولعبوا مع بليزيري مع فرق كثيرة ثم في السعودية مثل النصر الاتحاد الأهلي، وين عندهم سمعة طيبة هنا ثم في السعودية الحمد لله. ثم جاهم قائد سابق من وفاق ستيف اللي سبق له حمل ثلاثية ولعب كأس العالم الأندية، هما بالنسبة ليهم سما حبوا يحطوني في لي بون كونديسيون، ما مش حابين يخلوني سما تشغل غريب، والله دخلوني في الجروب فرصوا عليا الكابيتان ديكيب، وين ما حبيتش نزها في لي ماتش اميكو حتى دخلنا الشامبيونا وين حتموا لي تاع الذراع. ان شاء الله نكون عند حسن الظن تاعهم، وان شاء الله نشرف العقد تاعي ثما، وان شاء الله ندير ان بون سيزون. تشكيلة القادسية الأكيد أنها تضم يعني عدة لاعبين قدامى، يعني ما كانش اللي اعترض أنه لاعب جديد يتحق مباشرة بالنادي يتمنح له شارة القيادة؟ نظن هما ثاني كانوا كومبليس مع الإدارة ومع المدرب، هما ثاني حتموا هالية تاع الذراع، وين جاو حتى اللاعبين مع المدرب ومع الطاقم الإداري اللي حتموا لي شارة القيادة الذراع. إن شاء الله كما قلت لك نكون عند حسن الظن تاعهم إن شاء الله، ونكون أحسن قائد لهم إن شاء الله. نقطة الاختلاف ربما اللي وجدها فريق ميدوري يعني في هذا الانتقال من الدوري الجزائري إلى الدوري السعودي، ربما هو حضور الجماهير اللي قليل، يعني خاصة بالنسبة لأنصار القادسية. هم ثم عندهم جمهور قليل بصح جمهور متقي ربي الحمد لله، ما تسمع لا كلام فاحش لا حتى حاجة. ظن هم ثم عندهم القاعدة الجماهيرية محسوبة غير على 4 فرق، الاتحاد الأهلي النصر والهلال حتى الشباب اللي فريق عريق واللي ما عندوش قاعدة جماهيرية كبيرة ثم مي نورمال، ولفنا معريت ماذاك ورانا نلعب والاز والحمد لله يا ربي. فريد يعني سبب تواجدك حاليا يعني في ستيف وفرصة لقضاء العيد مع العائلة يعود إلى الإصابة، يعني طبيعة الإصابة اللي عاني منها فريد وقتاش يعني تعود ترجع للأجواء المنافسة؟ الإصابة هذه جاتني في مقابلة تحضيرية لمقابلة الفيصلية في كأس ولي العهد، لعبنا ضد الفتح وين دخلت سامي لي دو جو حسيت بها عاود خرجت، درت لا ريديكاسيون بوندون توت لا سيمان حسيت روحي بيان، ومع الطاقم الطبي ثم لعبت الماتش نورمال، وين ولات لي في دقيقة جوبونس 75 ولا 78 وين كنا درنا تروازيام شونجمون امبوسيبل نقدر نخرج، الفريق تاعنا كنا 0-0 وكنا ملاح في المقابلة. بعد مشات المقابله حتى ال 120 دقيقه هذا نظن هذه هي الشيء اللي زادت عليا في العضله في الميسكل داديكتور، من دارت لي بيتي لونغاسيون ان شاء الله دي جو ان شاء الله ونعود للتدريبات. وتاكيد انه الاصابه ما اثرتش عليك، لانه على حسب علمي ربما توقف للدوري السعودي الفتره الحاليه بسبب موسم الحج وايضا تواريخ خفيفه خاصه بالتصفيات. هذه زدت عليها باسكو احنا لعبنا الديرني ماتش كما قلت لك، لعبوا الديرني ماتش الجمعه اللي فاتت وين كنت انا متواجد لهنا في ستيف، ثم اللي سمح لي ثاني باش نزيد نبروفيتي الماكسيموم ثاني من الاجازه تاعي وثاني من لابوني طابليسمون تاعي، ان شاء الله كما قلت لك نولي بيان ان شاء الله نولي ان شاء الله خير من المكان. وفريق متواجد حاليا في السعوديه، ولكن الاكيد انه له ارتباط يعني معنوي كبير جدا مع نادي سابق وفاق ستيف، بدليل انه فور الحضور الى ستيف يعني حضر تابع المقابله. كيفاش يعيش فريد الاخبار تاع الفريق يعيشها بعيدا عن مدينه ستيف؟ أنا مني كنت لاعب لهنا في الدوري الجزائري وحتى في كل الفرق اللي لعبت لهنا فيهم، وين كانت تسمح لي لوكازيون باش نجي نشوف لهنا الوفاق في 8 ماي كنت نهبط كومان سيبورتر. الماتش اللي فات مع الموب هبط وصلت الفريق تاعي كوم سيبورتر والحمد لله يا ربي، باسكو لونتونت مدت لي كلش لهنا لونتونت بربي ان شاء الله
يتحسن الاوضاع تاعها بركه ما كان. ود على الوفاق كنت نشوفها بليزير فوا من السعوديه لما كانت في دوري ابطال العرب في البان سبور، دوري ابطال افريقيا في البان سبور، تفرجت كامل المقابله تاعها وتفرجت حتى المقابلات اللي نعتهم تلفزيون لهنا في الشامبيون الجيريان، وين درت الاطروا والكان الجيري والامازيغيه سبيسيالمون على جالهم باش نشوف لونطونت. وفريد يعني كثير مادام تتابع يعني نتائج الوفاق، الاكيد انك وقفت على التراجع ربما الواضح لنتائج الوفاق والمستوى اللي راه يظهر به النادي في بدايه هذا الموسم. حسب رايك فريد، ما هو الشيء الذي يفتقده الوفاق في هذا الموسم مقارنه بالموسم الماضي اللي كان فيه يعني تالق كبير؟ ما نقدرش نقول لك انا حاجه واحده اخرى، باسكو نظن هذا الشيء راجع للتعب الكبير اللي طاح الوفاق هذا العام. نظن بلي طاحوا في سير ميناج، باسكو صافي 3 ans من جيت انا لهنا الوفاق اون 2013 الماتش تاع بيطام الكابون اللي تكاليفوا فيه ليبو لاكاف، حتى البريمي ماتش اللي لعبوه هذا العام مع الياس مال لهنا في 8 ماي. نظن بلي الاجازه تاعهم في هذه 3 سنوات كانت حوالي 25 يوم. الوفاق ما استفادش من اجازات، وحتى العام اللي فات الوفاق كانت عنده مباريات كثيره وكانت حمله شرسه من الرابطه والفاف سما في تعيين المقابلات المحليه. يكون نلعبوا برسك دخلنا من لاكوب دي موند جوبونس بالجمعه، لعبنا الحد على ما اظن مع شباب قسنطينه البطوله، الاربعاء مع مولوديه قسنطينه كاس الجزائر مقابله متاخره، والسبت لعبنا لهنا مع اولمبي المديه كاس تسويت رزنامة الكاس. نظن باللي الوفاق ما استفادش من راحه بزاف، ومام ثاني نظن باللي اللاعبين اللي جابوهم ساكن ما سما كيما نقولوا ما استفادوش من، خاصه اللي لعبوا جدد ما استفادوش من التاقلم الكبير مع الفريق، وين ثاني زادوا تبليسهم ساكن. نتمنوا لهم ثاني الشفاء ان شاء الله ويعودوا ان شاء الله للوفاق. نظن باللي المشكل هو مشكل ارهاق ومشكل انسجام لنا في الوفاق. الوفاق جاب هذا العام احسن عام اللي يقدر يمشي بهم ان شاء الله بعيد، مازال نقص الانسجام ان شاء الله يولي لونطونت ويولي ان شاء الله خير من العام اللي فات ان شاء الله ويحصدوا كامل الالقاب. توقع بالوفاق يعود يعني ويحصد هذه الالقاب اللي تحدث عليها مقارنه بالنظر لما وقفت عليه يعني من ملاحظات بخصوص تعداد الحلقه؟ لا، الوفاق هو اسم، الوفاق هو اسم، تاريخ، حضاره. الوفاق التاريخ تاعو اللي يكفيه باش يقود البطوله الوطنيه ويديها ولا كاس الجزائر ولا اي بطوله خارجيه. الوفاق اسم تاعو يكفيه. الوفاق اي لاعب يجي يدخل لنا الوفاق يجي يلعب على الالقاب، ما كاين حتى لاعب يجي يدخل لنا الوفاق وما يدخلش الفلسفه هذه في راسه. نتمنى ان شاء الله المزيد من الالقاب الوفاق ان شاء الله هذا العام، ولماذا تتويج بالبطوله ان شاء الله. ختام هذا الجزء من الحوار فريد، ما هي رساله توجهها لانصار الوفاق وربما لانصار الكره الجزائريه على العموم؟ انا عندي رساله نوجهها لانصار الوفاق. نظن باللي الوفاق من 62 هو يدي في الالقاب مش غير من اليوم. الوفاق العام اللي فات دا ثلاثيه تاريخيه بفضل الانصار، دا لي زونسيان تيتر داهم بفضل الانصار. هذا العام انا نشوف عزوف كبير للانصار على 8 ماي. انصار المناسبات نظن هذو الانصار هما لي جان تاع دوكا لي ما شافوش الوفاق اون دوزيام ديفيزيون ولا لما كان يتمرمد اون بريمير ديفيزيون يلعب توجور على الهبطه. نتمنى ان شاء الله لي سيبورتر هذو يوليو يمدوا الدعم القوي للفريق يصبروا على الفريق تاعهم ان شاء الله باش يشوفوه ان شاء الله في البوديوم اون فان سيزون. بعد ما تطرقنا في الجزء الاول من حوارنا الى جانب الرياضي الخاص بضيفنا الكريم فريد ميلولي، في الجزء الثاني من هذا الحوار راح نكتشف الوجه الاخر لفريد وتحضيراته تحت الاحتفال بعيد الاضحى المبارك رفقة العائله. بدايه فريد، كيفاش عشت الاجواء تاع عيد الاضحى المبارك؟ والله انا شبك كامل الشعب الجزائري كيما نقولوا، لو كان ما جيتش متوحش العيد لهنا في الجزائر كون ما جيتش لهنا. العيد عنده انشار محتو خاصه عيد الاضحى لي وين تذبح مع دارك وين تريح الولاد يفرحوا. سيدي جا لما هذيك تاع الدار سيدي جابوك. فريد، الاصابه هي بطبيعه الحال نقمه، واي لاعب ما يتمناش انه يصاب، ولكن من حسن الحظ تاعك انه اصبت يعني في وقت العيد، وكانت فرصه لك يعني باش تجي للجزائر وتحتفل بالعيد مع افراد العائله. الحمد لله، حتى لو سما كيما نقولوا هي نقمه وميم طون في من عند ربي نعمه. وحتى لو ما كنتش مصاب كنت جيت بعد المقابله، بعد مقابله التعاون كراني جيت لهنا للجزائر. الحمد لله يا ربي، قدر الله وما شاء فعل، وجينا نعقد العيد لهنا مع عائلتنا وان شاء الله ربي يدوم الفرح شعب كامل شعب الجزائر ان شاء الله. وفريد اقتنى الاضحيه ولا مازال؟ اقتنيت اضحيه واقتناها اخويا عماد من كنت انا في السعوديه، صايا خير وشرا
كنت تهضر على علم هذو في غيابه، ولكن البريب اللي عامي بالقاسم هو اللي كان بصح يعني هو اللي خير الاضحيه يعني بالقاسم. لكن انه مازال عنده يعاودوا على بهاراتك انت يعني في العياد ما يقدروش يشقاها مازال وقت. السلام عليكم. هذه سنة مؤكدة، لازم الإنسان يحاول العادات والتقاليد تاع الأولين، وهذه لازم مع الأولاد لازم يفرحوا بها على الأجنبي، لازم الإنسان يدير الواجب تاعه. عامل من قسم بالنسبة لي يعني يخير ولا يخسر برك؟ أني بارابور اللعب شوية، يعرف الخير شوية. والأضحية تاع السنة شنو يخيرها يعني؟ أنا صراحة خير عماد. أنا ما شاء الله عني ملاح نحيوه بالمناسبة لأنه موشم علي أو خدام ربي عام إن شاء الله. نولي لك فريد، فريد في العيد الأضحى المبارك، هل فريد يملك خبرة كبيرة في الميادين؟ عنده خبرة في الذبيحة؟ ذبيحة ما نذبحش بصح سلي خان سلخ فهمنا فيها هذه نفهمك فيها بس لازم قبل ما تذبح لازم تكون مطبق السنة 10 أيام ما تنحي شعرك ما تقص ظفارك ولا الدم تاعي سخون ما نقدرش ما نحفش لاني كل ما نحفش كل كنودي كيما لو كارو الله غالب هذه هي سي بوستا اللي ما نقدرش نذبح. عندك صح عندك واحد 30 سنه الله يبارك يعني في واحد 30 سنه هذه جامي نذبح جامي زيت الموس ذبحت نعرف نقدر نذبح نورمال بصح الله غالب كيما قلت لك الواحد لازم يطبق السنه يطبقها صح. ولا علاش تعاودت يعني في ذبيحه الجزار ولا مولين الدار؟ كيف ساعة جزار ساعة مولين دار كل عام وكيفاه. وعمي بالقاسم يسلك ولا يمكن والو؟ هو الباترون تاعنا على سبيل الله غالط. عمي بالقاسم يسلك كيف تذبح؟ لا ما نذبحش. ذبح على سليحة ذبح ذبح التعليمات وفيه عمي نذبح سر من أسرار عائلتنا ذبح ما كانش سليحة كاينة. وكن ولي بس ذكريات الصغر يعني فريد ربما الذكرى اللي تبقات يعني في ذهنك يعني من ذكرياتك يعني في عيد الأضحى المبارك. أظن هي اللمة الكبيرة مع العائلة الكبيرة وين كان جد الله يرحمه حي وين كنا نتلموا كامل في الدار وين نشوفوا الأضحية تما وشوفوا يذبحهم ويسلخهم وما كان حتى واحد يقدم اللي قدم ما يشعل فيه. وظن هذيك هما تسمى لي بون سوفونير تاعنا تاع الصغر واللي ما يتعودوش ان شاء الله يتعودوا لولادنا ان شاء الله ويفرحوا بها ان شاء الله. فريد كاين دراري صغار بزاف اللي كيعلقوا على الاخرينات يوم العيد في تجربه بس من هذه كانت في فريد كي كانت صغير والله ما نشفى نهار كنت صغير جوبونس جامي صرات لي والله كنت نفرح انا كنا نذبحوا باسكو كي تشوف اللمه تشوف شيوخها تما تشوف والديك تما تشوف خاوتك خواتاتك سيدي جا اللمه هذيك كيما قلت لك سيدي جا بوكو ان شاء الله كيما قلت لك التعاود ان شاء الله لولادنا العوام هذا ان شاء الله. فريد تما تشفاش بلي لا كنت تبكي ولا ما كنتش تبكي على الاضحيه بصح على العيد كان يبكي ولا ما يبكيش على العيد؟ ما يبكيش. وعلم شعبي يفرحوا 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 كونتر يفرحوا. انتم معنا عنيفين وقيلة يعني نورمالمون عندكم شويه عنف. والله والو تفرح لما تذبح الاضحيه. والله والو باسكو تعيش مع عائله كبيره يكون كما قلت لك هذاك تسمى لونتوراج المليح هذاك اللي ما يخليكش تاسف على اضحيه تاع العيد والله باسكو تجيب الفرحه تكون فرحه في هذاك الوقت اللي نسيك في الاضحيه تاع العيد. ولادك كيفاش يتعاملوا مع العيد كيفاش يتعاملوا مع الاضحيه؟ ولادي سقسيهم هما من قدام ما قلت لك. نهار العيد ما تفرحوش كيفاش ما تفرحوش؟ وبابا تشري كبش صغير ولا كبش كبير؟ صح الصحه وانت تعامل ولا ما تعاملش بالذبح؟ تعامل شا؟ هلا؟ وانت يا؟ تعامل بالذبح ولا ما تعاملش بالذبح؟ تعامل هي تعامل ماماها برك تعامل ماماها كبشة كبير ولا صغير؟ كبشة كبير ولا صغير؟ كبشة صغير شوية حرام عليك غيري تشري لك كبشة صغير يا خويا تمام بالله لحد الان ما استمشتوش دوك راح نشوفوها مع بعض لحد الان ما استمشتوش وما على باليش حتى كيف ندير لان الوضعيه تاع العيد انا نظن انا باللي الواحد راح يتقرب بها لربي ماشي باش يشريها يتباهى بها قدام الناس والله نظن هذه هي المساقات التوعي وبهذه المناسبه يسمى تفكروا شويه الناس اللي كانوا معنا واللي غابوا علينا عماد قنبو ربي يرحمه نبيل حيماني
خاصة نبيل حماني اللي مسكين اللي نتأسف بشدة. هذا هو العيد الثاني اللي ما راحش يكون معنا. هو اللي كان يزاهي دائما رويسو بالكبش تاعو بلي كومبات بالعائله تاعو، كان يسمى امبيونس كثير سورتو في الايامات هذو تاع العيد. اللي نتمنى له الرحمه ان شاء الله وربي يرحمه ويوسع عليه ان شاء الله وربي يمد الصبر ان شاء الله العائله تاعو. خير انت يعني ذكرتنا يعني ببعض الاسماء للناس اللي غادرتنا، نترحم جميعا بمناسبه عيد الاضحى المبارك. بصح انا راح نذكرك بشخص اكيد انا على بالي باللي عزيز عليك بزاف، هي البرعه منور اللي غادرتنا قبل سنه من الان. يعني كانت قبل نهائي طلبت منك الكاس، كي تشوف الاولاد يعني في يدك وتشوفهم في العيد يفرحوا، يعني ما تفكرش نور يعني ما تفكرش ديك اللحظه؟ والله غنتفكر جميع اللي ماتوا، جميع سواء صغار ولا كبار كما قلت تست دوكا ثاني نور. نظن باللي راح تخلي فراغ كبير خاصه العائله تاعهم. نتمنى لهم ان شاء الله الرحمه، لان كما نقولوا حنايا بالعاميه تاعنا هي فرخ الجنه. نتمنى لها ان شاء الله الجنه ان شاء الله، ونتمنى ثاني العماد قنبور ونبي الحماني نتمنى لهم ان شاء الله الجنه، ربي يرحمهم ان شاء الله ويصبر اهلهم عليهم. فريد يعني احنا اليوم راه نحضروا يعني بصدد التحضير لاحتفال بعيد الاضحى المبارك، لكن راح ان شاء الله راح نعيشوا اجواء مميزه وراح تعيش اجواء مميزه مع العائله بهذه المناسبه الكريمه. ولكن هناك شريحه يعني كبيره من الايتام من المرضى اللي ما لازمش ننساهم يعني في هذه المناسبات. نظن بلي هذو المناسبات هما اللي راح يخليوك تقرب بزاف للفئه هذه من الناس، سواء الفئه المحرومه الايتام ولا الفئه المريضه. نظن بلي هذا هو الوقت المناسب باش الواحد يتقرب ليهم، لانه ما كان حتى وقت، لانه غدوه لو كانت تموت قال لك ما تنفع غير الصدقه وما ينفع الا الاحسان في الايامات هذو وصله الرحم. نتمنى ان شاء الله من الناس الكل يفهموا والناس الكل يترحموا على جميع الموتى والناس الكل يزوروا المرضى في هذو الايام، لانه ايام مباركه وضاع فيهم الحسنات. ونتمنى ان شاء الله من كامل الامه الاسلاميه الشفاء اللي مريض منهم الشفاء واللي صحيح ان شاء الله. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. واش راك خويا فريد؟ لاباس؟ الحمد لله صلى الله عليه في رحمه الله. فريد في الحوار تقلت لنا بانه عماد هو اللي اقتنى الاضحية هذا العام وبلي انت يعني ما عندكش الخبره، ولكن في الميدان شفنا شيء اخر، يعني شفنا فريد يقلب في المشي وكانه يعني من اهل الاختصاص. لا نورمال عادي، انا كل عام نجي ندي منها من العام الطيب او مولف بيه وانا مولف بيه، ما ثاني كي وكلت خويا ما سما خير زوج بلا الحمد لله. الواحد يضحي
ونشوفوا مع الشيخ شيخ لا فامي من اللي وقيله كل عام راه ما عندك هنا يعني رانا دار واحده ان شاء الله وفريد يعني ما يجي خير ولا غير يجي يشوف بس هو يعني كي يجي يعني يجي يعني هكذا يعني دو في برك يعني مش يعني حطني خير هو والله ما يعرفش لا مش ما يعرفش يعرفش لا ما يعرف بس ها ما يعرف يعرف بس عنده مسؤوليه اهله ما كادر بشعبها يقول لك خطاش له هو عنده على باله كي يقول لعمه طيب خير لي هذيك البلاصه خير لي البلاصه هذه واش رايك يعني اليوم مشت يعني الأضحية أنا كما على دليل اليوم مشت الأضحية كيفية أنا أخي قلت لك قبيل قلت لك الأضحية مهما تكون دوال راح يضحي بها ربي سبحانه إن شاء الله إن شاء الله ربي يتقبلها منا وخلاص إن شاء الله عمي بالقاسم عجبتك الأضحية العام سنة الله يبارك ما شاء الله إن شاء الله ربي مش سنة سنة ولا دعوة من اللي فاتوا شيخ طيب هو اللي يدبر سمعنا الدار واحدة ما بقاتش أني ليك ولا عند شيخ طيب هو اللي يدير كل شيء أشرف أشرف عجبتك الأضحية تاع سنة هاو تاعك هاو تاعك هذا هذا كوتشاك واش تقول كبير ولا صغير كوتشاك هو العام هذا يدبر هو خمسنا هو يدبر راسه العام هذا هو يدبر دور دور ها بين نعتوه فيري او باسمه احكم شوف راسه احكم راسه هاي شتي انت تذبح العام هذا على بالك انا ما كنتش شاكك فريد وسط هذه الأجواء التحضيرية رب لعيد الأضحى المبارك خلي لك الكلمة الأخيرة إن شاء الله الرسالة يتوجه لكل الأمة الإسلامية بهذه المناسبة سعيدة إن شاء الله بهذه المناسبة نتمنى الأمة الإسلامية كل عيد مبارك وكل عام هم بخير والحجاج إن شاء الله يرجعونا بخير وعلى خير وحج مبرور ودم مغفور إن شاء الله وإن شاء الله اللي فرقونا كما قلت لك قبيله ان شاء الله عيدهم في الجنه ونتمنوا من الاهل تاعهم ان شاء الله يدعوا لهم ومن الناس اللي يعرفون ثاني يدعوا لهم بالرحمه والمغفره وان شاء الله عيدهم في الجنه وربي يصبر اهاليهم ان شاء الله وان شاء الله ربي يدوم الافراح اخويا الجزائر والحمد لله يا رب بارك الله فيك وفيك بارك الله ربي يحفظك الله فيك ربي يحفظكم ان شاء الله بارك الله فيكم جميعا الله يسلمك شوف هو عاشر فاروق يدير له فوق هذا يا سعد الوان اه شوف راه شوف الاخر مليح راه شوف الاخر مليح كاين خير من هذا سني تجيب له روح روح منا روح احكم احكم من كرعيك احكم من كرعيك هكذا هكذا تصوروا هذا هو تاكد الله العام الجاي العام الجاي ضحي به تا ان شاء الله يا رب روح 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 منا روح روح صور هذا هو تاع اشرف لا من جاي ان شاء الله من جاي هذا بصح عاد مقران هذا مش مقران ما كان باين هذا فرطاس هذا هاد العيد علينا هاد العيد علينا وعلى ناس وخلقينا يا أصحاب الجاي السينا صحا عيدك زهيت وزينا بالحباب زينا نهار اليوم صحا عيدك زينا نهار أتاه ملاك في المنام أتاه ملاك في المنام قال له ابنك ضحي